غدا انا عبيط. لا 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 يعني المساله دي لا ما بتاخدش معايا وقت. مفيش بينه وبين التكييف عمار، بس سايبه عشان الحكومه ما تزعلش. بيتكلم وهو نايم وبيصحى من النوم ضارب بوز. رفضوه في كليه الشرطه، ولما دخل حقوقه وبدا دراسه فيها طردوا. صندوق أسرار أقصر كوميديان في مصر الفنان محمد هنيدي. إيه أبرز أسرار جوازته من سوريا؟ إيه حكاية خاله مع وزير الداخلية وقت تقديمه في كلية الشرطة؟ مين اللي اكتشف موهبته وراح فين بعد ما أخد الصابونة واتطرد من الكلية؟ إيه أبرز أسرار في حياته مع مراته السورية؟ إيه اللي بيقفلها منه؟ يلا بينا في الفيديو ده نعرف حكايات كتير عن محمد هنيدي لأول مرة. وشه ما فيهوش كرمشه، شعره ما وقعش، تشوفه لسه صغير بريء. اكيد مش مراته هي السبب في ان كل ما يكبر يحلو كده، بس هو بياخد الدنيا ببساطه وبيقابلها بالضحك، وده بيظهر على ملامح وشه. كانت امنيته انه يدخل كليه الشرطه، ولما راح يقدم لقى نفسه في خبر كان واترفض رفضه ما كانش يتوقعها. محمد هنيدي راح يقدم في كليه الشرطه، وده كان حلم حياته. خد ورقه وطلع على هناك، شاف كل اللي هناك طويل وفي واحد هناك بيقيس الطول، ودي كانت أول مرحلة، يا تكمل وتشوف باقي الاختبارات يا إما تلف وترجع من تاني. أول ما وصل هنيدي عند قياس الطول والضحك بقى هو سيد الموقف، واتقاس طوله فعلا وقالوا له للأسف كده الموضوع صعب خالص. يقول لهم طب شوفوا تاني يمكن، قالوا له ما تحرجناش بقى وتحرج نفسك معانا. خد الراجل اللي بيقيس على جنب كده وقال له انا ليا خلف منصب كذا، ولسه هيتكلم راح قال له انت محتاج وزير الداخليه نفسه، والموضوع اتقلب ضحك واترفض بجد. وراح يشق طريقه في كليه الحقوق، ودرس هناك شويه فعلا، بس اهتم بالمسرح وكان بيعمل شغل عليه جدا، بالذات بعد ما اكتشفه هشام منصور، وده كان فنان ومخرج مسرحي، عمل مع مسرحية اسمها المجانين. بعد ما اهتم بالمسرح وقعد سنتين مش مهتم بالكلية والدراسة رفضوه، وطلع يدرس في معهد السينما بقى، واللي قال عنه أنا رحت غصب عني مش بإرادتي. مراتي سورية بس بهوية مصرية، طباعها زينا، حياتها زينا بالظبط، مش بتقولي شو تقبرني ولا الكلام ده كله. هنيدي بقى شايف إن مفيش فرق بين الزوجة المصرية والسورية، بس طول سنين جوازه مفكر مش مرة يغير ويتجوز مصرية، مش بيحب فيها انها تخنقه، بس هي عموما مسيطرة والموضوع مفهوم ان الجواز شراكة طبعا. مش بتحب فيه انه لما بيزعل من حاجة بيقفل ويغضب، بس الحمد لله مش بيطول. مراته بتشغل التكييف بالليل وهو نايم بيصحى بسببها ضارب بوز، وشكله مش ولا بد، ومش قادر يقف قدام الحكومة ويقول بلاش تكييف، وماشي بمبدأ لازم نسعد الحكومة، وطبعا الحكومة دي هي مراته انتوا فاهمين طبعا. هنيدي بيتكلم وهو نايم، وقال انه مش بيكون فاكر اللي بيقوله، وهو صغير ومراته بتعرف تاخد مكانه وتاخد فلوسه، ومش بياخد في ايديها غلوة واحدة، عارفة هي بتصرف فلوسه في ايه كويس. محمد هنيدي واخد قرار في حياته الشخصية انها تكون بعيدة عن الانظار، حتى لو قررت تشوف صورة ليه هو ومراته مش هتلاقي لحد ما ظهرت معاه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته التالتة وقت تكريمه، اسمها عبير الاسعد. اتخرجت من كلية سياحة وفنادق معها الجنسية المصرية والسورية، وتبقى بنت واحد من رجال الأعمال. اتولدت لأب سوري وأم مصرية، اتجوزت محمد هنيدي سنة 1997، خلفت منه ولادهم التلاتة أحمد هنيدي وفاطمة وفريدة. هنيدي اشترط عليها أنها تتفرغ لحياتهم الأسرية وتربية الولاد وما تظهرش في أي حوار إعلامي مع هنيدي قبل كده. محمد هنيدي قال أنه أول ما ابتدى في مجال الفن حس أن الحياة الشخصية لازم تبقى مقفولة ومحدش يتدخل فيها، ودي كانت رغبته ان اسرته تبقى بعيده عن الاضواء من البدايه. ولما خلف ولاده ما حاولش يحسسهم بفكره نجوميته وانهم يعيشوا، وفي نفس الوقت ما قفلش عليهم. ولما حضروا معاه تكريم مهرجان الجونه السينمائي كانت لحظه ظريفه جدا، وكانوا معاه ساعتها.